بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض في محاضرة المراجعة رقم 9 في الكورس بتاعنا BMP Preparation Course على البين بوك الإصدار السادس. إن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض مراجعة سريعة على شابتر 12 Project Procurement Management، إدارة المشتريات في المشروع. عندنا النهاردة فقط 3 عمليات من الشباتر الخفيفة، يعني ما فيهاش عمليات كتير. عندنا 3 عمليات، عملية في البلاننج في التخطيط، عملية في الاكسكيوتينج في التنفيذ، وعملية في المونترينج اند كنترول. اول عملية عندنا هي عملية البلان بروكيورمنت مانجمنت. اكيد زي اي نوليدج اريا بتبدأ بعملية بلان عشان تطلع لي خطة. هتقول لي how to conduct procurement and how to control procurement. طيب في البداية قبل ما نبدأ في أول عملية، حابب إن أنا أقول بعض النوتس كده على السريع. مش لازم مدير المشروع يكون خبير في موضوع المشتريات، يعني مش مطلوب منه إن هو يكون اكسبيرت في البروكيورمنت مانجمنت، ولكن على الأقل يكون فاميليارز معاها، يعني يكون يعرف عنها بعض المعلومات عشان بعد كده يقدر ياخد بعض القرارات المتعلقة بالعقود. تاني حاجة، مدير المشروع مش هو الشخص المصرح ليه انه يوقع العقود، لا ده في شخص هو بيكون مسؤوليته هو اللي بيوقع على العلاقات، وبيكون ايه هو عنده الاثوريتي ان هو يوقع على الليجال اجريمنت. في مقارنة عندنا في الشركات الصغيرة، أحيانا ما بيكونش في أقسام للمشتريات، فأكيد مدير المشروع هو الشخص اللي بيكون عنده بعض الصلاحيات إن هو يعمل تفاوض ويوقع على العقود مباشرة، فدي احنا بنسميها decentralized purchasing. إنما في الشركات الكبيرة بيكون في قسم منفصل، قسم خاص بموضوع البروكيورمنت، موضوع المشتريات والتوريدات وهكذا والعقود، فأكيد في شخص هو اللي بيكون مصرح ليه بالتفاوض وتوقيع العقود، فده احنا بنسميها centralized purchasing. طيب في برضو حاجة تانية لازم نفرق ما بين مصطلحين مهمين، سيلر والباير. يعني ايه سيلر ويعني ايه باير؟ لأن الشابتر كله هنلاقي ان المصطلحين دول بيكرروا معانا كتير حتى في الأسئلة، فلازم تبقى عارف المصطلحين دول بيتكلموا عن ايه. السيلر اللي هو الكونتراكتور او السب كونتراكتور، اللي هو الطرف الثاني او اللي هو البائع، احنا بنسميه البائع او المقاول او المقاول من الباطن او مقدم الخدمه او السبلاير الفيندور السب كونتراكتور. انما لما نيجي نتكلم على الباير بقى، لا هو الكلاينت، هو العميل او الكاستمر او الشركه صاحبه الطلب او طالب الخدمه او البرشيزر او المشتري، كلهم احنا بنسميهم ايه الباير. فلازم تفرق كويس جدا ما بين السيلر والباير. في حاجه مهمه برضو، في بعض الاحيان في السؤال ما بيقولكش انت ايه، احيانا يقولك انت مدير مشروع ويكمل السيناريو. لو ما قالكش انت ايه، حط نفسك انت الباير، ده هيفرق في حل السؤال على فكره. لو ما قالكش، لو ما وضحش انت مين، انت مدير مشروع لسيلر او باير، على طول اتعامل في السؤال وحل وحط نفسك انت كمدير مشروع من ناحية الباير. ده موضوع مهم هيفرق معاك كتير في تحديد نوع العقد، وهيفرق معاك في حل السيناريو. طيب هنبدأ مع بعض كده في العمليات اللي موجودة معانا النهاردة. احنا عندنا 3 عمليات، عملية في البلان، وعملية في البلان بروكيورمنت، طبعا هي بلان بروكيورمنت مانجمنت زيها زي اي نوليدج ايريا، بتبدأ بعملية بلان زي ما وضحنا قبل كده ان هي في مرحلة البلاننج. فأكيد هنحتاج البروجكت تشارتر، لأن هو بيحتوي على وصف المشروع بشكل هاي ليفل، بيحتوي على السامري مايلستونز، تمام، فاكيد بنحتاجه هنا من ضمن المدخلات اللي موجوده معانا. واكيد احنا
في عملية بلان، هنستعين ببعض الاكسبرت جادجمنت الخبراء، هيعملوا ميتنج، هيعملوا تحليلات عشان نطلع البروكيورمنت مانجمنت بلان، الخطة اللي هتقول لي ازاي او هاو ازاي هنعمل كونداكت البروكيورمنت، ازاي هنعمل كنترول بروكيورمنت. حاجة مهمة تانية لازم تعرفها في عملية البلان بروكيورمنت مانجمنت، هي اللي بتحتوي على انواع العقود. الكونتراكت تايبس موجودة من ضمن الاو بي اي، موجودة من ضمن الاو بي اي. وايضا بيتم في عملية البلان بروكيورمنت بنحط السورس سيليكشن كرايتيريا او المعايير اللي احنا هنختار بيها السيلرز. ما انت مش بتختار وخلاص اي حد او اي مقاول وخلاص، لا ده في معايير محددة بتختار على اساسها. مش بس كده، انت كمان بتعمل ميك اور باي اناليسيز. هل انت الستاف بتاعك قادر ان هو او الشركة بتاعتك هي اللي هتعمل الشغل ده بنفسها، ولا محتاج تعمل عقد وتجيب حد من بره هو اللي يعملها افضل؟ فانت بتعمل هنا اناليسيز، بتعمل ميك اور باي اناليسيز عشان تطلع لي هنا في الاوتبوتس خلاص اخدت القرار ميك اور باي ديسيشنز، اخدت خلاص القرار هل انت هتعمل الحاجة دي بنفسك ولا هتسندها لمقاول ان هو يعملها. ده كان برضو من المواضيع المهمة جدا. وايضا من ضمن المخرجات الهامة البروكيورمنت ستيتمنت اوف ورك او الاس او دبليو، دي طبعا الخاصة بالمشتريات، هي جزء من السكوب لاين، ودي لازم بتكون موجودة في عملية البلان، بتحط فيها مستوى الجودة المطلوب في وايضا بيتسجل فيها المواصفات وبيتسجل فيها البرفورمانس ريبورتنج، كل حاجة دي لازم ايضا عشان لازم تكون متفصلة بشكل كويس، تكون ان ديتيلز عشان المقاول يعرف هل هو هيبقى قادر ان هو يسلمك الشغل ده في الميعاد بتاعه ولا لا. فانت لما تيجي تديله السكوب بتاعه وتقول له نفذ ده او الورك باكج دي، مش هينفع تديها له وخلاص، فلازم تكون يعني مشروحه بشكل كويس ان ديتيلز. فده كله موجود في البروكيورمنت ستيتمنت اوف ورك. طيب ده احنا كنا بنتكلم على البلان بروكيورمنت مانجمنت، عرفنا ان احنا خلاص عرفنا نوع العقد ايه، عرفنا الكرايتيريا المطلوبه، الاس او دبليو والمواصفات والجوده المطلوبه وهكذا. طيب دلوقتي بقى هندخل على العمليه الثانيه اللي هي الكونداكت بروكيورمنت في مرحلة التنفيذ. أنا هنا كنت بخطط، أنا هنا هنفذ بقى، هطبق المعايير اللي أنا حطيتها في الخطة، هطبقها هنا على السيلرز الموجودين عشان إيه؟ عشان أعمل سيلكتد سيلر، أختار منهم واحد بقى هو ده المقاول اللي هو هيشتغل معايا، تمام؟ وطبعا هنعمل بعد ما نعمل سيلكت، بعد ما نختار السيلر ده طبعا هنوقع معاه العقد، هنعمل أجريمنت، طبعا بيكون متسجل في الأجريمنت كل حاجه، الستيتمنت اوف ورك والديليفرابلز والجدول الزمني والشروط والمواصفات وبند الفسخ والبنالتيز والريكوجنيشن او الريوردز، كل حاجه بتكون متسجله في العقد ده. يبقى احنا كده اخترنا السيلرز بناء على معايير محدده. بعد كده اثناء التنفيذ اكيد انت محتاج انك تعمل مراقبه على الاداء بتاع عمليات المشتريات، وايضا بتعمل مراقبه على اداء السيلر، بتشوف هل هو بينفذ كويس ولا لا، هتعمل انسبكشنز فحوصات على الاداء بتاعه، وبتعمل بيرفورمانس ريفيو، بتراجع الاداء بتاع السيلرز هل ماشي طبقا للعقد اللي بيننا ولا شغال مع نفسه. دي كلها امور مهمه جدا. وطبعا بيجي من الموقع ورك بيرفورمانس داتا، بيانات جايه لك من الموقع، بتعمل لها اناليسيز عشان تطلع لك انفورميشن تاخد بيها قرار. ده موضوع مهم لازم تكون عارفه. وايضا من ضمن التكنيك الهامه جدا في عمليه الكنترول، وهي عمليه الاوديت تولز وتكنيك الاوديت، بتعمل اوديتنج او تدقيق على عمليات المشتريات. خلي بالك دايما الاوديت بيشتغل على البروسيس، على زي عمليه الكنترول، عمليه الكونداكت، عمليه البلان، هل هم شغالين او بيتطبقوا حسب المواصفات ولا لا. طيب دلوقتي انا كنت بشرح كده سريعا كل عمليه بشكل اوفر فيو كده، انما دلوقتي هدخل بقى في اول عمليه موجوده معانا، وهي عمليه البلان بروكيورمنت مانجمنت، اول عمليه في مرحله البلاننج. تعريف العمليه، عمليه البلان بروكيورمنت مانجمنت هي العمليه اللي بيتم فيها تحديد طريقه الشراء، انا ازاي هنعمل كونتراكت، ايه نوع العقد، تمام، وبنعمل قايمه من البوتنشال سيلرز، قائمة كده فيها البائعين المحتملين
اللي انا هطبق عليهم معايير عشان اختار ما بينهم. بس هنا في عملية البلان بعمل ايدنتيفاي. خلي بالك الفرق ما بين العمليتين، البلان بروكيورمنت والكوندكت بروكيورمنت، انا في البلان بحدد ايدنتيفاي بوتنشال سيلرز، انما في عملية الكوندكت انا بعمل سيلكتنج. خلي بالك بعمل سيلكت للسيلر في التنفيذ في الكوندكت، هنا فقط بعرفهم عشان اختار ما بينهم بعد كده. الهدف الاساسي من عملية البلان بروكيورمنت مانجمنت ان انا بشوف هل هعمل بعمل اناليسيس، بعمل ميك اور باي اناليسيس، هل هعمل الحاجة دي بنفسي ولا هديها لحد من بره. طيب لو انا هديها لحد من بره ازاي هوقع معاه العقد؟ امتى هاخد منه او امتى هستلم منه؟ كل الكلام ده، الجداول الزمنية وكل حاجة بتتحدد فين اثناء عملية البلان. طيب طبعا عندنا ندخل على الانبوتس. طبعا الشارتر ميثاق المشروع لازم بيكون كانبوتس عندنا في البلان، بيحتوي على السامر مايلستون ووصف المشروع بشكل هاي ليفل. هندخل على الخطه الرئيسيه اللي موجوده معانا البروجكت مانجمنت بلان، هنلاقي من ضمنها السكوب مانجمنت بلان. طيب ليه السكوب موجود معانا هنا؟ ليه السكوب؟ لان هو اللي هيحدد الطريقه اللي هيدير بيها المقاول نطاق العمل او السكوب بتاع المشروع. فهو هيقول لك هاو، ازاي هيتم اداره نطاق المشروع. طب الكواليتي مانجمنت بلان، الكواليتي خطه اداره الجوده موجوده هنا عندنا ليه؟ لان هي اللي فيها الستاندرد او المعايير اللي احنا هنمشي عليها في المشروع، فاحنا محتاجين الكواليتي مانجمنت بلان. طب الريسورس مانجمنت بلان محتاجينها هنا في ايه؟ الريسورس مانجمنت بلان فيها معلومات عن الموارد اللي انا محتاج ان انا اجيبها من بره هشتريها، او ان انا هعمل لها رينت وهكذا، وفيها الافتراضات والقيود اللي ممكن تاثر على عمليات المشتريات. طيب السكوبز لاين محتوى على ايه؟ على البروجكت سكوب ستيتمنت، على الدبليو بي اس، دبليو بي اس ديكشنري. وخلي بالك ان انا عندي هنا مخرج البروكيورمنت او الاس او دبليو، هو اصلا بيتكون من السكوبز لاين، هو جزء من السكوبز لاين، فاكيد انا محتاج السكوبز لاين. طيب عندنا بعض المستندات، عندنا المايلستون ليست، قائمه بالمعالم الرئيسيه اللي هتحدد لك الوقت اللي المفروض البائع او السيلر هيسلمك فيه الديليفرابلز او المنتج ده. ده موضوع مهم، فلازم تكون عارف الوقت وكل حاجه اللي البائع او السيلر هيسلمك فيه المنتج او الديليفرابلز. طيب البروجكت تيم اساينمنت اخدناها قبل كده في شابتر الموارد او شابتر الريسورسز. البروجكت تيم اساينمنت اللي هي مهام فريق المشروع بيكون فيها بعض المعلومات عن المهارات او قدره فريق المشروع وهل هم متاحين ولا لا وكل ده. فطبعا انا محتاج ان انا اعرف عشان لو انا في سكيلز مثلا مش موجوده عندنا، فاحتاج ان انا اعمل تدريب او اجيب ناس من بره او احط موارد اضافيه، فلازم ابقى عارف البروجكت تيم اساينمنت. طيب في حاجات تانية مهمه طبعا، متطلبات الريكويرمنت دوكيومنتيشن. حابب اتكلم برضو على موضوع الريسك ريجستر دلوقتي، ده موضوع مهم. انت لازم عشان تحدد هل انت عايز تعمل عقد ولا لا، ما انت لازم تعرف ايه هي المخاطر اللي موجوده عندك وتحللها وتشوف هل في ريسك عالي موجود عندنا في المشروع، محتاجين ان احنا نعمل كونتراكت. طب ايه النوع الكونتراكت اللي احنا هنعمله؟ فده كله هيتحدد على موضوع الريسك ده، فلازم يكون عندنا معلومات بالمخاطر اللي موجوده في المشروع عشان نعمل لها ترانسفير بعد كده. لو انا كباير هعمل لها ترانسفير عن طريق الفيكسد برايس كونتراكت، ده موضوع مهم جدا. زي ما انا وضحت قبل شويه، انا في البلان هستعين ببعض الخبره انترنال او اكسترنال او اي حد اللي او يعني يكون فاميليار او ليه علاقه بموضوع المشتريات. هنعمل ميتنج وهيتم عمل تحليلات وناخد ونعمل تحليل ميك اور باي اناليسز، ونعمل ايضا تحليل ونشوف ايه هي المعايير اللي احنا عايزينها عشان نطلع البروكيورمنت مانجمنت بلان. طيب انا دلوقتي عايز اتكلم على حاجة مهمة جدا في الاول عملية، وهي انواع العقود. طبعا دي موجودة عندنا في عملية البلان من ضمن الانبوتس في الاوبي Organizational Process Assets. انواع العقود عندنا ثلاث انواع: Fixed Price Contract عقد السعر الثابت، 2
كوست ريمبيرزابل كونتراكت، رقم 3 تايم اند ماتيريال كونتراكت. طيب هنبدأ مع بعض في أول نوع موجود معانا هو الفيكسد برايس، بينقسم إلى ثلاث أنواع. أول نوع وهو الفيرم فيكسد برايس، السعر الثابت المحدد، فيرم فيكسد برايس. ده يعتبر النوع الأكثر استخداما أو الموست كومن يوزد كونتراكت تايب، النوع الأكثر استخداما والنوع المفضل للباير. ده النوع المفضل للباير لأنه باختصار كده بيحدد لك أو بيحدد الكميات، بيحدد الأسعار، بيحدد الوقت من البداية، من بداية المشروع. فأكيد ده بينقل الخطر على مين؟ أكيد ده بينقل الخطر على الطرف الثاني اللي هو السيلر. عشان كده بين بوك لما اتكلم على الموضوع ده قال إيه؟ إن الباير هاز ليتل ريسك، يعني إن الخطر قليل جدا عليه. والنوع ده مهم جدا إنك تبقى عارف إن السكوب بيبقى واضح، المتطلبات أو الريكوايرمنت ويل ديفاين أو متعرفة بشكل جيد جدا. طيب في سؤال أنا حابب أسأله للناس وأنا عايز الناس ترد عليا دلوقتي في الشات. دلوقتي أنا عايز أعمل مثلا استيميشن للسعر أو الكوست بتاع العقد ده اللي هو الفيرم فيكسد برايس أو الفيكسد برايس عامة، هختار إيه؟ هستعين بأي تكنيك؟ البارامتريك استيميشن ولا هستعين بالانالوجس ولا 3 بوينت استيميت ولا البوتوم اب استيميت؟ هستعين باي نوع يا شباب؟ السؤال ده سؤال اختبار، السؤال ده سؤال اختبار بيجي على الاصدار السادس، هيجيب لك سؤال في الامتحان هيقول لك انت بتعمل استيميشن للسعر او الكوست بتاع العقد ده وعندك السكوب واضح، المتطلبات واضحه، عندك معلومات كويسه ونوع العقد فيكسد برايس، هتختار اي تكنيك؟ بالظبط كده، هنختار البوتوم اب استيميتنج. ده موضوع مهم تمام، فلازم تبقى عارفه، سجلها عندك لان ده هيجي لك في الاختبار، ده سؤال مهم جدا. الباشمهندس عمار بيقول ليه لو فاكر احنا لما كنا اتكلمنا على انواع العقود، سوري، على انواع التكنيك دي، قلنا ايه؟ ان احنا بنستخدم البوتوم اب امتى؟ لما يكون عندنا ايه؟ لما يكون السكوب واضح، عندك معلومات، فبتعمل ايه؟ هو اصلا الافضل، افضل نوع هو البوتوم اب تمام، وطبعا بتستخدم فيه الدبليو بي اس، بتعمل تقديرات من القاعدة القمة من تحت لفوق، فانت محتاج يكون السكوب عندك واضح عشان تقدر انك تعمل استيميشن بشكل اكيوريت. ده افضل انواع وهو البوتوم اب استيميتنج عشان هو اكيد هو المور اكيوريت. بالظبط كده يا مهندس محمد، الناس كلها تسجل الملحوظة دي عندها عشان ده موضوع مهم. طيب هنكمل مع بعض. تاني نوع من انواع الفيكسد برايس هو الفيكسد برايس انسنتيف في، ده برضو نفس الكلام، السكوب واضح وكل حاجه ولكن في انسنتيف في او قيمه تحفيزيه، السيلر هياخد قيمه تحفيزيه. طيب بناء على ايه؟ هياخدها كده وخلاص ولا في بيرفورمانس او ميتريكس معينه؟ لا، في ميتريكس معينه لازم يحققها الاول، لازم الاول يحققها تمام. طيب ندي مثال على الموضوع ده، مثلا الكاستمر هيقول له لو انت خلصت المشروع مثلا بدري 4 شهور هتاخد على كل شهر مثلا 50,000 ريال. لو انت خلصت المشروع بدري 4 شهور تمام، هتاخد على كل شهر مثلا 50, 60, 70 ألف ايا كان. فهو بيعمل له ايه؟ بيديله قيمة تحفيزية احنا بنسميها الانسنتيف فيه، بس لازم تبقى عارف ان هي بناء على بيرفورمانس معين، اداء معين، ممكن يبقى خاص بالكوست او بالسكيدول، فلازم تبقى عارف ان هو لازم الاول اتشيفنج، لازم يحقق ماتريكس او مقاييس معينه تمام. على سبيل المثال فور افري مانث ايرلي، عن كل شهر هتخلص بدري هتاخد 15,000 ويل بي بيد تو ذا سيلر. طيب هنروح للنوع الثالث
في الفيكسد برايس هو فيكسد برايس ويز ايكونوميك برايس ادجستمنت، عقد السعر الثابت مع ضبط السعر الاقتصادي. شوف يعني دلوقتي هقول لك على حاجه حلوه قوي، عمرك ما هتنسى النوع ده. النوع ده طويل شويه، مظبوط، اسمه طويل قوي. طالما النوع طويل فاكيد ده مع المشاريع الطويله اللي هي ايه، 5 سنين، 7 سنين، 10 سنين، فدايما كده المشروع الطويل هو اطول نوع عقد، الفيكسد برايس ويز ايكونوميك برايس ادجستمنت. ده للمشاريع، المشاريع الكبيره زي مثلا مشاريع الانفراستراكشر، المشاريع الكبيره دي بتاخد وقت طويل، واللي فيه احتماليه ان الاسعار تتغير، يحصل ان اسعار الماتيريال مثلا تتغير، اسعار الحديد، تمام، ممكن اكيد لو مشروعك كبير، مشروعك مدته مثلا الزمنيه 7 8 سنين، في احتمال ان الاسعار يحصل فيها اختلافات او تغيرات. فتمام، فاحنا عايزين نعمل نحمي نفسنا او نعمل بروتكت للانفليشن اللي ممكن يحصل، انفليشن تشينجز. طيب دلوقتي النوع ده بيسمح بالتغييرات او بالفاينل ادجستمنت تو ذا كونتراكت برايس، في تغييرات على الفاينل كونتراكت برايس نظرا للتشينج كونديشن، نظرا لتغييرات في الاسعار في السوق وهكذا والتضخم. بس لازم تبقى عارف ان السيلر شايل في الزياده او النقصان، سواء زادت الاسعار increase او قلت الاسعار بسبب اي سبب ايا كان يعني، فهو مشارك في ده او في ده، في الزياده او في النقصان. طبعا دي ماتيريال بقى، الاسمنت، الحديد، ايا كان، ولكن النوع ده فلازم بيتسجل في العقد الكلام ده، فبتختار العقد ده وبيتسجل ان لو حصلت زياده معينه هيتم تغيير نوع العقد نظرا للتغييرات دي. طبعا يتم استخدام هذا النوع عندما تمتد فتره اداء البائع لعده اعوام كثيره، وده اللي بيميز النوع التالت ده. كده احنا خلصنا الفيكسد برايس كونتراكت، ندخل على النوع التاني من العقود وهو الكوست ريمبيرزابل كونتراكت، عقود استرداد التكلفه. طيب يقصد بايه بالكوست ريمبيرزابل كونتراكت؟ ده في المشاريع الكبيره اللي السكوب بتاعها ما بيكونش واضح، فبيتم عمل كوست ريمبيرزابل كونتراكت. في منه 3 انواع، اول نوع الكوست بلس فيكسد فيه. يقصد بيه الكوست بلس فيكسد فيه ان السيلر هياخد كل الفلوس اللي هو صرفها عشان ينفذ الاعمال الموجوده في العقد، مضافا اليها ممكن يبقى فيكسد فيه، او ممكن يبقى انسنتيف فيه، ممكن يبقى اورد فيه. عندنا 3 انواع من الكوست ريمبيرزابل كونتراكت. طيب هوضح الموضوع بشكل تاني. النوع ده طبعا الخطر او الريسك بيكون عالي على الباير، بيكون عالي على الباير. ليه بقى عالي على الباير؟ لان هو ملزم ان هو هيدفع الفلوس كلها اللي السيلر صرفها عشان ينفذ الاعمال. السيلر هيجيب له فاتوره، هيدي للباير فاتوره، هيقول له حاسبني على الكلام ده كله، مضافا اليها كمان في الفي دي بتتقاس، ممكن تبقى فيكسد ثابته، وممكن تبقى بناء على متريكس او بيرفورمانس معين، ممكن تبقى انسنتيف، وممكن تبقى وورد. هناخد مع بعض دلوقتي ال3 انواع دول. اول نوع الكوست بلس فيكسد في، تمام، عقد تكلفة مضافا إليه مبلغ ثابت، يبقى السيلر reimbursed for all allowable cost، هياخد كل الفلوس اللي هو صرفها for performing the contract work، اللي هو صرفها عشان ينفذ الأعمال الموجودة في العقد، مضافا إليها fixed fee payment. بتتحسب إزاي بقى دي؟ بنحسبها إزاي الفيكسد فيه؟ بتتحسب كنسبة كبرسنتج من الـ initial estimated project cost. وبالمناسبة دي عليها سؤال في الامتحان وموجود معانا في آخر المحاضرة في الأسئلة، هيجيلك عليها سؤال حسابي، سؤال حسابي، فده عليها سؤال في الامتحان، خلي بالك، وإن شاء الله هنشرحه في أثناء حل الأسئلة. ده موضوع مهم، الكوست بلس فيكسد فيه، خلي بالك. النوع الثالث كوست بلس انسنتيف فيه. طيب حد مش فاهم يعني ايه نسبة بالانيشال كوست؟ لو حد مش فاهم انا ممكن دلوقتي اضرب مثال، يعني
بالأرقام. حد مش فاهم الموضوع ده؟ طيب ندي مثال. طيب حاضر حاضر. دلوقتي كان في عقد ما بين السيلر والباير، وتكلفة العقد ده 50,000 ريال مثلا. حلو كده، قيمة العقد ده 50,000 ريال، ولكن في نهاية المشروع السيلر خلص المشروع على 60,000. السيلر خلص المشروع على 60,000، وكنتوا متفقين ان هو هياخد، ان السيلر هياخد فيه 10% من ال 50,000، اللي هي الانيشال كوست اللي هو سعر العقد الحقيقي. هيطلب منك دلوقتي ايه تكلفة العقد عند نهاية المشروع؟ حد عارف؟ بالظبط كده، الله ينور عليك مهندس محمد، بالظبط 65,000. حسبناها ازاي؟ انت خلصت المشروع عند 60,000، هو اصلا تعريف العقد ايه او النوع ده ايه؟ السيلر هياخد كل الفلوس اللي هو صرفها، هو خلص عند 60,000. حلو كده، عند 60,000 زائد الفيكسد فيه اللي هي 10% من ال 50,000، اللي هي بكام؟ ب 5,000، يبقى هتطلع عندك 65,000. تمام. وبالمناسبة في الامتحان نفس الأرقام دي بالظبط، وإجابتها 65,000. طيب هندخل على النوع التاني اللي بعد كده، الكوست بلس انسنتيف فيه. الكوست بلس انسنتيف فيه، عقد التكلفة مضافا إليه مبلغ تحفيزي، هو نفسه بالظبط. السيلر هياخد كل الفلوس اللي هو صرفها، ولكن مضافا اليها انسنتيف فيه، مش فيكسد بقى، لا انسنتيف. انسنتيف دي بناء على ايه بقى؟ على شيرنج، على كوست شيرنج فورمولا. يعني في معادله معينه، مثلا 80 20، يعني هما هيتشاركوا مع بعض نسبه معينه 80 20. على سبيل المثال مثلا لو المشروع ده كسب مثلا مبلغ معين، هيتفقوا مع بعض ان البار هيتحمل 80% من المكسب ده هياخده، و السيلر هياخد، هو اللي هياخد ال 20% بس ده السيلر مشارك في المكسب والخسارة. السيلر مشارك في المكسب والخسارة، سواء 80 20 في المكسب او 80 20 في الخسارة. تمام. في شراكة، في شيرينج، حتى انا هنا معلم لك على كلمة شير، دول هيتشاركوا مع بعض في الفي. تمام كده. هنا بقول لك if the final cost اقل او اكتر من الاوريجينال كوست، الاثنين الباير والسيلر بيتشاركوا الكوست ده based on، بناء على ايه؟ على كوست شيرنج فورمولا، طبعا بتتحدد من الاول. طبعا هما الاثنين. طيب النوع الثالث بقى اللي هو الكوست بلس اوورد فيه. من الاخر كده هو نفس النوع اللي فات، ولكن السيلر مشارك في المكسب بس، ملوش علاقه بالخساره، من الاخر كده يعني. وفي حاجه تانية، حاجه تانية مهمه جدا، السيلر بياخد الفلوس اللي هو صرفها، ما عندناش ادنى مشكله، طالما احنا في الكوست ريمبيرزابل يبقى كده كده هتاخد فلوسك اللي انت صرفتها انت كسيلر يعني. ولكن احنا هنا بنتكلم في الفي بس، مره اخدناها فيكسد ومره كانت انسنتيف، في شيرنج، ما في شيرنج ما بينهم، ولكن هنا اورد فيه. اورد فيه يعني ايه؟ يعني انت كباير هتدي له الفي بتاعته دي او المكافاه بتاعته، ولكن بمزاجك لو انت راضي عنه، من الاخر كده. حسب ايه؟ حسب satisfaction او الرضا. ده موضوع شويه بيخضع ليه موضوع السبجكتيف بيرفورمانس كرايتيريا، موضوع المعايير او الاداء الذاتي للسيلر. يعني لو راضي عنك، شايف ان انت شغال كويس، خلاص ممكن يديك المكافأة دي. يحدد المبلغ فقط بناء على التحديد الذاتي للمشتري لاداء البائع. شايف ادائك كويس من وجهة نظره كده، راضي عنك، هيديك الفي دي. ده من الاخر كده موضوع الكوست بلس اوورد فيه. طيب
ندخل على النوع الأخير الـ Time and Material Contract، ممكن نسميه Time and Means. ده النوع الأخير اللي موجود معانا. هو شوية مهندس محمد، النوع اللي احنا قلنا أورد فيه ده شوية الريسك بيخف شوية من على مين؟ من على الباير، لكن الريسك عالي عليه امتى؟ في الفيكسد، في الفيكسد فيه الكوست بلس فيكسد فيه، كده كده في نسبة ثابتة هيدفعها، انما الريسك بيبدأ يخف شوية لما نروح للانسنتف فيه والأورد فيه. طيب التايم اند ماتيريال كونتراكت، العقد النوع الاخير باختصار كده، النوع ده هو نوع خليط ما بين الكوست ريمبيرزابل والفيكسد برايس كونتراكت، يعني واخد من ده شويه واخد من ده شويه. طيب دلوقتي هضرب لك مثال عليه عشان اوضح لك الامور بشكل افضل. دلوقتي ده النوع الاكثر استخداما في العقود بتاعت الاستشاري، عقد الاستشاري بيكون بالنفر بالواحد او بالمهندس، يعني والله انا حاسبك كل مهندس بياخد سعر قد كده، يعني انا حاسبك على كل مهندس مثلا ب 10000 ريال ولا ب 20000 ريال. دلوقتي انت عندك في المشروع بتاعك ده مثال تاني بقى، المشروع بتاعك مثلا محتاج خبير معين، في خبير معين في حاجة عندك بعض الاعمال محتاجة حد تجيبه من بره، فممكن تحاسبه باليوم، تحاسبه بالساعة، بالأسبوع، بالشهر. يبقى برضو لو انت عايز تعمل ايه acquisition of experience، انت عايز تعمل تستقدم بعض الخبرة من او اي حد من بره يعني كسبورت او داعم ليك في المشروع. حاجة تانية، النوع ده شوية في المشاريع الصغيرة مش في المشاريع الكبيرة، time and material contract، اللي انت اصلا ما عندكش وقت انك تعمل ال SOW cannot be quickly prescribed، يعني مش محتاج انك تفصلها بشكل، انت مستعجل عايز تعمل عقد بسرعة، فبتختار النوع ده time and material contract، ده اكتر ما بيميز النوع ده. وبكده بقى احنا خلصنا مع بعض ثلاث انواع للcontract types. طيب هندخل دلوقتي على التولز والتكنيك اللي موجودة معانا. هندخل أول حاجة على الداتا أناليسيس، تحليل البيانات. أول حاجة موجودة معانا وهي الميك باي أناليسيس، معناها كده من معناها هل أنا هعمل الحاجة دي بنفسي ولا هديها لحد من بره هو اللي يعملها؟ ده كده ملخص الموضوع. بتستخدم أو بتعمل تحليل عشان تحدد أنت هتعمل الأعمال دي أو الديليفرابلز دي الأفضل أنك تعملها بالتيم ممبرز بتوعك accomplished by the team members ولا الافضل purchased from outside sources. طيب ما لازم يكون في بعض الفاكتورز او بعض العوامل اللي انا على اساسها لازم اخد القرار make or buy decisions. طب انا اخد القرار ده ازاي؟ انا ايه اللي يعرفني انا محتاج اعمل الحاجة دي بنفسي ولا هديها لحد من بره يعملها؟ ما لازم يكون في بعض الفاكتورز زي ايه؟ مهارات الفريق اللي عندك، السكيلز وقدرات الفريق وعددهم اللي موجود عندك، organization's current resource allocation and their skills and abilities. لازم في الاول بتشوف هل القدرات اللي عندك والكفاءات اللي عندك والمهارات اللي عندك في الشركة هل هتقدر انها تنفذ الاعمال دي ولا لا؟ هل انت عندك خبراء متخصصين في بعض الاعمال اللي محتاجها في المشروع ولا لا؟ المخاطر، طيب الريسك ده موضوع مهم، لازم بتشوف المخاطر، هل انت عندك مخاطر عاليه في بعض الاعمال عليها ريسك عالي فمحتاج انك تعمل لها تعمل فيكسد برايس، مثلا لو انت باير محتاج تعمل عقد عشان تنقل الخطر او تعمل ترانسفير للريسك ده للستيلر، فلازم كل ده تاخدها معاك في الاعتبار، دي فاكتورز لازم تاخدها في الاعتبار وانت بتعمل ميك اور باي اناليسيس. طيب دلوقتي هندخل دلوقتي مع بعض في مخرجات اول عمليه وهي البروكيورمنت مانجمنت بلان، اكيد هي جزء او من احدى مكونات خطه اداره المشروع، البروجكت مانجمنت بلان هي خطه فرعيه زيها زي السكوب مانجمنت بلان، السكادول، الكوست، الريسورس، كوميونيكيشن، ريسك، كل دي خطط فرعيه
موجودة ضمن خط إدارة المشروع أو الخطة الرئيسية. طيب موجود فيها إيه؟ الـ Procurement Management Plan، هتحدد لي أو بيكون متسجل فيها الـ Pre-Qualified Sellers أو البائعين المؤهلين مسبقا المطلوب استخدامهم. هيبقى عندك قائمة كده فيها مثلا 10 مقاولين أنت هتختار ما بينهم في العملية الجاية في عملية الـ Conduct Procurement. الجدول الزمني، ما هو مش معقول إنك هتروح تعمل عقد وتلزم السيلر مثلا انه يسلمك مثلا ورك باكج معينه وانت ما تعرفش انت عايزها امتى. لا، ده لازم يكون فيه الجدول الزمني للانشطه الرئيسيه للمشتريات. في حاجه تانية مهمه جدا، انا في اول المحاضره قلت ايه، احيانا ممكن يبقى عندك قسم خاص بالمشتريات او ممكن ما يكونش عندك قسم خاص. في حالة عندك قسم خاص بالمشتريات Procurement Department، ايه ادوار الناس اللي موجودة دي؟ الادوار والمسؤوليات للستيك هولدرز المرتبطة بالمشتريات اكيد Rules و Responsibility بس خاصة بموضوع المشتريات. ده في حالة لما يكون الشركة او المؤسسة المنفذة مالها عندها قسم او ادارة مشتريات. طبعا موجود الكونسترين والاسامبشنز اللي ممكن تاثر على الخطه بتاعتك. ده كان محتويات البروكيورمنت مانجمنت بلان. لازم برضو تبقى عارف حاجه مهمه جدا، ان من مخرجات عمليه البلان بروكيورمنت هي البروكيورمنت ستيتمنت اوف ورك، بيان العمل ولكن الخاص بالمشتريات. زي ما وضحت في البدايه ان هو بيتم تطويره او انشاؤه من السكوبز لاين، عشان كده السكوبز لاين كان مدخل اساسي في عملية البلان بروكيورمنت، وهو ده هيحدد لك الجزء بتاع السكوب اللي انت عايز تعمل له مثلا كونتراكت. انت مثلا عندك كذا ورك باكج في المشروع، فكل انت مثلا عايز تسندهم لمثلا مقاولين، كل مقاول هياخد ورك باكج معينة فهتدي له الاس او دبليو، فلازم تكون واضحة من البداية. عشان كده لازم تكون ديسكرايبس، لازم تكون مفصلة، كل عنصر فيها يكون سفيشن ديتيلز، مفصل بشكل جيد جدا. ليه بقى؟ ليه محتاجين ان هو يكون واضح من البداية او بشكل تفصيلي؟ عشان البروسبكتيف سيلرز او البائعين المحتملين دول يعرف نفسه هل هو عنده القدرة او الكابابيلتي ان هو يقدر يسلمك المنتج ده ولا لا. هيعرف ازاي؟ لازم يكون كل الامور بالنسبة له واضحة من البداية. بتحتوي على ايه ال SOW؟ بتحتوي على السبيكس، المواصفات، الجودة او مستوى الجودة المطلوب او اللي انت حابب توصل لها، والبرفورمانس ريبورتينج. ده موضوع ال SOW. يهمني انك تعرف ان ال SOW موجود فيها الكلام ده، مستوى الجودة والكميات الكميات والمواصفات، عشان دي موضع سؤال في الامتحان. ده موضع سؤال في الامتحان، خلي بالك ايا كان السيناريو، ولكن تبقى انت فاهم وعارف ان الحاجات دي موجوده في ال SOW. طيب موجود ايه من ضمن السورس سيلكشن كرايتيريا؟ ده ايضا مخرج من عمليه البلان بروكيورمنت مانجمنت. انا لسه بخطط وعندي بائعين محتملين بروسبكتيف سيلرز، فهختار ما بينهم ازاي؟ فلازم وانا لسه في البدايه وانا لسه في التخطيط في بعض الكرايتيريا لازم احددها عشان اطبقها واختار ما بين السيلرز دول. زي ايه بقى؟ زي مثلا القدره بتاعه السيلرز دول، تواريخ التسليم، يعني هم امتى هيسلموك الكلام ده، الديليفرابلز، الخبره بتاعتهم، الاسلوب بتاعهم في الاداره ايه، كل الكلام ده، الاستاف بتاعهم ايه، الكواليفيكيشنز بتاعتهم، المؤهلات بتاعتهم، وامتى هيكون متاحين، وكفاءاتهم او الكومبتنسز بتاعتهم، والاستقرار المالي، هل الشركة مستقرة ماليا ولا هيتأخروا بقى وهيقول لك انا مفيش فلوس هشتغل، مفيش عمالة، يفضل بقى يستعبط طول المشروع. فلازم ايه، تبقى من البداية عارف ومشيك على كل الكلام ده. وطبعا اهم حاجة المانجمنت اكسبيرينس او خبرة الادارة، هل هم عندهم مدراء مشاريع بيقدروا ان هم يديروا المشروع بشكل جيد ولا لا. من الاخر كده لازم تعرف يعني السي في بتاع كل واحد من دول او كل شركه من دول. من ضمن ايضا المخرجات اللي موجوده
هي الميك اور باي ديسيشنز. احنا في كان عندنا من ضمن التولز والتكنيك ميك اور باي اناليسيس، كنا لسه بنحلل الاعمال دي هتنفذها بالتيم ممبرز بتوعك ولا هتديها لحد من بره. انا دلوقتي خلاص اخدت القرار، انا دلوقتي خلاص اخدت القرار ان الاعمال دي الافضل ان انا هنفذها بالتيم ممبرز بتوعي ولا محتاج ان انا اعمل اوت سورس. طيب من ضمن ايضا المخرجات وهي الاندبندنت كوست استيمز. الشكل ده لو انت جيت يعني تبص للصوره دي، انا بعمل هنا ايه؟ بعمل بنش ماركينج او بعمل كومبيرنج، بعمل مقارنه. انت كباير لازم من البدايه تبقى عارف او عامل استيميشن لنفسك، المشروع ده او العقد ده هيتكلف قد ايه؟ مثلا مليون ريال. طب انت ليه محتاج تعمل كده؟ عشان بعد عشان لما السيلرز او المقاولين يقدموا لك اسعارهم تعرف تقارن ما بينهم، هل هو قريب من سعرك ولا بعيد، في اختلافات كبيره ولا لا، مظبوط؟ فلازم تعمل اون اندبندنت استيمتس، تعمل تقديرات لنفسك انت كباير. ممكن تستعين باوتسايد بروفيشنال استيميتور، حد مثلا شركه خارجيه محترفه في موضوع الاستيميشن، تمام، عشان تعمل بنش ماركينج اون بروبوز ريسبونسز. طيب دلوقتي انت جيت قارنت ما بين التقدير بتاعك والاسعار بتاعت السيلرز دي، عملت كومبيرنج، لقيت في اختلافات significant differences، في اختلافات ما بين الكوست استيميتس. طيب ده ممكن يبقى يديك انديكيشن لايه؟ انديكيشن ان ممكن اساسا ان الاس او دبليو ما كانتش واضحه، كان فيها حاجه غلط، يعني كانت ديفيشنت، يعني كانت مش واضحه من البدايه، تمام. او حاجه تانيه ان السيلرز اساسا ما فهموهاش، ان حصل مس اندرستود او حصل يعني ما فهم، يعني فشلوا ان هم يعني يفهموا ال اس او دبليو بشكل جيد. ده يعني دول الحالتين اللي موجودين، ان يا اما ال اس او دبليو من البدايه ما كانتش واضحه، يا اما هم ما فهموهاش او كان فيها مشكله، تمام كده. فده كان موضوع الاندبندنت كوست استيميتس، وده كده ملخص اللي احنا قلناه قبل شوية. وكده يبقى احنا خلصنا اول عملية موجودة معانا، وهي عملية البلان بروكيورمنت مانجمنت.